جزيل الشكر معالي رئيس الوزراء. صباح الخير لكم جميعا. نحن سعداء لنعلن أن السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي قد توصل إلى اتفاقية تمتد لمدة 6 أشهر. هذا البرنامج سوف يصل تكلفته إلى 3 مليارات دولار أمريكي من أجل تمويل الموازنة المصرية وتوفير تمويل للشركاء الدوليين والمحليين لمصر. بالطبع الهدف من ذلك هو أن يكون هناك مواجهة للأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلي ومن ضمنها أزمة الحرب في أوكرانيا، ومن أجل أن يكون هناك دعم لمشاركة القطاع الخاص. هذه الاتفاقية سوف تنظر من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قريبا. إن الأزمة الروسية الأوكرانية قد تسببت في أزمات في مختلف أنحاء العالم بما يتضمن مصر. إن صندوق النقد الدولي قد عمل مع السلطات المصرية من أجل أن يكون هناك تعديلات هيكلية من أجل الوصول إلى التزام أقوى فيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بالاقتصاد الكلي، وذلك بالطبع في ضوء الضغوط والتحديات الدولية.